لو دخلت على فيديو يبقى بيهمك. معاك سارة صبحي، فيديو النهارده بيتكلم عن ترتيب وخامة المطبخ. بصوا، هو انا حاسه ان الفيديو ده ملوش اي 30 لازمه، بس ايه، اتفرجي عليه بقى، ايه، تعالى على نفسك واتفرجي عليه. معلش، تمام، احنا الاتنين مع بعض اهو. هرتب رخامه المطبخ، اشوف هعمل الحاجات دي ازاي، لان اصلا في مشكله، يعني انا كانت بتواجهني مشكله اني احط ده فين احط ده فين. ببقى نفسي احط حاجات دي، الحاجات بتاعتي اللي شكلها حلو على الرخامه، وكمان علشان تسهل لي الحاجه والحركه والكلام ده كله. فيلا بينا نبدا الفيديو ونشوف احنا هنعمل ايه مع بعض. طيب، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا. كوبايه الشاي الرهيبه بتاعتي اهي في ايدي، علشان ايه، هقف وقفه الصنايعيه كده على الحاجه، امخمخ دماغي ونشوف احنا هنعمل ايه. تمام. طيب، اللي قدامكم ده اول حاجه الميزان بتاعي، انا كنت شارياه عشان بستخدمه. ماشي. لو انت تشتري ميزان، في حاجه كده تحت كده اهي، دي اللي هي المدوره، دي اللي هي بتظبط السهم. يعني لازم السهم يكون على رقم 10 بالظبط. لو هو مثلا 10 كيلو، لو هو 5 كيلو برضو لازم السهم يكون ايه عليها بالظبط، عشان الميزان ايه يتظبط. ماشي. دي اول حاجه ايه، يعني الميزان. ده التربو بتاعي، انا كنت جايباه من ايكيا. الاتنين بيتركبوا على بعض، انا ركبته معاكم قبل كده في الفيديوهات القديمه، انزلي تحت وشوفيه. حلو، وانا بحبه جدا. ممكن كمان يتركب فوق على المطبخ من فوق، بس انا ما بركبوش علشان بخاف على المطبخ ان هو ياخد الحاجه ويقع. تمام. هو كمنظم هو يستحمل، بس كمطبخ انا والله ما اعرف هيستحمل ولا لا، هتبقى مشكله ومصيبه لو المطبخ وقع بالحاجه. ماشي. والبرطمانات دي انا كنت شارياها من زهران، 3 مع بعض. والازاز اللي ورا دي برضو كنت شارياها من زهران. والسكاكين دي كنت شارياها من محل في وسط البلد، بس ناسيه اسمه. محل كان محل مشهور قوي، بس مش فاكره بصراحه. تمام. وده حامل المناديل بتاعي اللي كنت بتكلم عليه معاكم، وبقول لكم ان ده الحامل ده انا بحبه قوي، خشب ده. ودي المغارف، العلقه بتاعتها لسه هجيبها عشان كنت بغسلها. ودي القطاعه اللي انا بقطع عليها الحاجه، والجردل ده بتاع الرز، حاطه فيه الرز علشان باخد بالكوبايه كده على طول، بعاير واخد بالكوبايه كده على طول. وكمان علشان حلو، بس انا نفسي بقى اجيب اللي هو البرطمان اللي هو الازاز المدور ده، نفسي قوي، بس يعني مش لاقيه، يعني مش لاقيه، بلاقي اللي هو الحجم الصغير. انا عايزه حجم كبير، عايزه حجم ياخد مثلا 10 كيلو او حاجه، يعني ناخد كميه عشان مش كل شويه ايه اروح واجيب واروح واجيب، فاهمه؟ فهنشوف الموضوع ده. وده حامل ايكيا اللي انا اتكلمت عليه كذا مره، لمعته برضو ايه عشان احطه. تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه. هشرب بقين شاي كده وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. ماشي. بص، اول حاجه ايه، نطلع كده الحاجات بالراحة. ستاند ايكيا ده هحطه هناك خالص. ماشي اهو، شايفينه حطيته هناك ايه خالص اهو. ماشي. يعني انا كده ايه خلصت منه. احط بقى برطمانته معاه، التلاتة دول بنحط الحاجات الواطية، البرطمان الصغير تحت عشان الارتفاع بتاع المنظم اهو. فين يا عم تعالي اهو، فين التالت بتاعه؟ التالت راح فين؟ هنا التالت اهو. ماشي. البرطمانات دي بقى ايه، اهي. ماشي. نحط بقى البرطمانات بتاع برضو الازاز فوق اهي. البرطمانات دي فيها الورق اللورا ده، ورق اللورا، وورق ممكن الفشار، بس الفشار خلصان، والسحلب. ماشي. بس السحلب برضو خلصان. دي انا كده ايه خلصت من الحته اللي هناك انتوا شايفينها. ماشي. بعد كده بقى هنخش على ايه. بص، الحته اللي هناك اللي هو في الجنب اللي هناك ده هسيبه فاضي عشان احط فيه برطمان الرز، بس انا هحط عليه الكاميرا دلوقتي. ماشي. علشان الكاميرا كنت عايزه ارفعها عشان اوريكم الرخامه بالظبط هيحصل فيها ايه، فاستنوا لحد اخر الفيديو تشوف انا هعمل ايه فيها. ماشي. هنيجي بقى على اللي هو المنظم بتاع البصل والبطاطس. هشيل الخلاط ده احطه دلوقتي، احطه على جنب خالص. بصوا لسه رايح فين اهو. طبعا انا مسحت ايه تحتي، هحطه على جنب خالص. ليه بقى اهو؟ ماشي. احطه على جنب خالص ليه؟ علشان الحركه الكتير فيه، يعني انا لما باجي
مثلا لو انا حطيته جنب جنب مثلا برطمان الرز، وجيت كل شويه اما اجي اجيب معيار الرز ويتهز كده، دي بخاف عليها يعني مع الاستخدام مع الايام بتتعوج، فالشكل المنظم هيبوظ. ماشي، فانا ايه حطيته اهو جنب التلاجة وايه شكله حلو برضه. طبعا لازم بقى ايه، طب انا حطيت البصل والثوم هنا الحته دي اهي، فانا لازم احط الميزان جنبيه. الفكره دي بقى مستوحاه من ايه؟ مستوحاه من بتوع الخضار والسوبر ماركت. ماشي، مش انتوا بتلاقوا الخضار جنب الميزان؟ يبقى احنا نحط كده الخضار جنب الميزان. ماشي، انا كده ايه وضبت جزئين في المطبخ. هنيجي بقى دي اللي شيلت المعالق اهي، جبتها اهي، هحطها بقى هناك خالص. بصوا اهو جنب البرطمانات والحاجة، علشان تبقى جنب البوتاجاز وتبقى سهلة الاستخدام معايا اهو كده. ايه اظن ان هي واضحة. ماشي، جنب البوتاجاز في اخر الرخام، علشان ما اكون عايزه اجي اغرف اطلع على طول واغرف، ايه ما تكونش بعيده عني. طيب ليه ما حطيتش البرطمانات جنب البوتاجاز على طول؟ اولا عشان هتتزيت على طول، ثانيا هتقعد تتخبط، فلازم برضو احطها في حته تبقى محميه. فحطيتها في اخر المطبخ اهو، وحطيت المغارف جنبها، وهحط زي ما انا قلت لكم ايه ورا كده جنبها هحط اللي هو الرز. ماشي، عشان يبقى سهل عليا برضو ان انا ايه اطوله. هنيجي بقى، انا كده عملت ده وده، عندي طقم سكاكين هحطه مثلا فين. انا بقى عايزه احط مجموعه الاخشاب مع جنب بعض، يعني حامل المناديل عشان خشب، ودي خشب ودي خشب، احطهم جنب بعض. فهحطهم هعمل كده مثلا، واحط دي اهي. طبعا حد هيقول لي ايه شكلها مش حلوه قوي انت حطها كده ليه، هقول لكم علشان اطلعها على طول كده واستخدمها. ماشي، وغير كده هي مستخبيه اصلا، يعني هي مش باينه، هي باين الحته دي بس، والحته دي شكلها حلو. ماشي عادي يعني. هنيجي بقى، انا عندي الخلاط، انا عايز احط الخلاط، احطه فين هقول لكم اهو. لازم عندي انا لازم احطه على الرخامة، علشان اولا هو طويل، ولو ده اتكسر انا مش هلاقيه تاني، عشان هو اتكسر من تحت وانا مش لاقيه اصلا، مش لاقيه قطع الغيار بتاعته. ماشي، هنيجي بقى هجيب الكبه واجي. طبعا الاجهزه الكهربائيه لازم تكون جنب بعض، فلازم احط الكبه جنب الخلاط. فهعمل ايه، نتخيل كده شويه، الكبه مكانها صغير يعني مش كبير. ماشي، دي بقى انا حطها عشان احط عليها الفيش. ماشي، علشان ايه ما تبهدليش الدنيا. اعتقد ان هي كده شكلها حلو، المفروض ان انا ايه احطه هنا. وسع المكان يا معلم. استنى استنى، او يا رب بس البرطمانات ما تتكسرش. اهو اهو اهو، خش كده مكانك، هيخش اهو متخافوش، دخل. وكمان ممكن ازق ده عليه كده شويه شويه. عايزه بقى رز، قوم فاتحه كده. وعلى فكره بصوا، علشان اللي هيسالني على ده حلو للرز ولا لا، هو محكم القفل ما بيخشش هوا، فده ده حاجه حلوه قوي. ماشي، هحط بقى، بجيب الكوبايه كده على طول على الايه، على الطبيخ على طول. هحط بقى ايه ده هنا اهو. بس ممكن اعمل حاجه تاني، ممكن اشيل دي واجيب دي احطها كده، واجيب المناديل دي كده عشان تبقى قريبه من ايدي، وفي نفس الوقت هكون بعمل حاجز بطقم السكاكين ده بين الاجهزه الكهربائيه وبين الايه المناديل. طبعا اول حاجه حطيت الـ البصل والبطاطس جنب الميزان، الفكره مستوحاه من تجار الخضار، مستوحاه من تجار الاجهزه الكهربائيه. وبعد كده حطيت السكاكين هنا، وحطيت بتاعت المناديل والاخشاب، يعني
حاجة. بص الالوان ايه يعني ايه، برضه بحاول اعمل ديكور مع بعض يعني نفس اللون كده تدي ايه، بصوا تحس ان هي ميه واحده. حتى دي يعني دي انا كان قصدي اجيبها بيج اصلا عشان تليق على المطبخ. يعني تخيل لو دي مثلا لونها فوشيا او لونها احمر، هتحس ان في حاجه كده ايه معفنه محطوطه في النص خلاص. بس دي حسيت ان هي لونها حلو، بس انا بدور على الازاز، لو لقيت الازاز بقى والله هيبقى شكلها حلو قوي. ان شاء الله ادور عليها واحوش لها واجيبها. وبكده اكون خلصت الفيديو بتاعي، يا رب يكون استفدتوا منه. رتبت كمان الرخامه وغيرت اماكن الحاجه علشان انا مش بحب الروتين عموما. وكمان في بحث بيقول ان لو انت غيرتي مكان مثلا اي حاجه بقالها كتير في مكانها، فالعين بتروح لها تاني وبتحسي ان في طاقه ايجابيه اتوزعت من اول وجديد من غير ما تشتري اي حاجه. الحاجات دي عندي من زمان وانا محافظه عليها وما اشتريتش حاجه، الحاجات انا بس قعدت ترتيبها على الرخامه. فيا رب يكون استفدت من المعلومه دي، وتابعيني الفيديو الجاي، ويلا باي باي.